المدرجات بحضور والانطلاقة والبداية والتمريرة من غني الله. أجمل سيناريو يحلم به الغرافة، أجمل سيناريو يحلم به الفهود. الملف القطري في البطولة الآسيوية ما زال يتحرك، الأعلام ترفرف، الأوراق تتناثر، كليمرسون يصنع مرغن الزين وبداية أكثر من الزين، أكثر من الزين. أشعلها الفريق الأصفر ويبحث عن أداء حسن ويوم حسن، والكرة بتصل إلى أنس، أنس مبارك بتعدي، لكن الله كلهم متشائمون، لكن يونس متفائل، يقول كلهم متشائمون لكن أنا متفائل. الأسد في فرقة الفهود يتجاوز الحدود ويفي بالوعود ويتقدم بهدف ثاني للغرافة. الله يا يونس، أخبار بتونس الغرفوية، بتونس الجماهير القطرية. شوف الكرة العرضية، قفوة الدفاع وحسن العتيبي، يونس محمود يضع الكرة في المرمى، في الشباك. أي شوط، أي أهداف، أي ثورة للفهود، أي سيناريو لم يكن يتوقعه الكثيرون، أي انتفاضة من متسيد الكرة القطرية في الفترة الماضية والسنوات الأخيرة. شلهوب لا يصدق ما يحدث، الجماهير لا تصدق ما تشاهد. الغرافة هدفين، الغن كرة ثابتة فيها تسديدة من عثمان، مستحيل يا رب، مزيان يا عثمان، مزيان يا مغربي، من المغربي تشرق عمال الغرافة القطري، تشرق شمسهم من جديد. لا تغرب اليوم، لا تغرب في هذا اللقاء، عثمان العساس، بل الحساس، بل قدم من الماس، يغيب جونينيو، لكن عثمان، عثمان يسجل بقدم من الماس، من الماس، هذا بدون جوتي اديداس، بدون جوتي اديداس، ركنها، ثبتها، الغرافة خلص اللي عليه، خلص اللي عليه. الكرة باتجاه فهد الشمري، سرعة سرعة سرعة، كالعداء ينطلق، محاولة الآن، بيلعب لك كرة عرضية، الله! الرابع للوصول إلى دور الأربعة، الذهب، يبحثون عن الذهب، يونس محمود، الرأس القاتلة في الأشواط القاتلة، يونس محمود، الهداف الذي يتفاءل لا يتشام، انفجار، فوهت بركان، الأسد العراقي يتجاوز الحدود، رأس محمود تعود بالغرافة من جديد، هدف في الأشواط الإضافية ورابع في المباراة. الله يا يونس، الله يا محمود، الله على الهروب، الله على فهد الشمري وقطع كل هذه المسافة. شوف الهداف، شوف الهروب، شوف أخطاء الدفاع المتكررة، شوف الرأس الكبيرة، شوف الرأس التي لا تهدر، شوف الرأس المرفوع. عادت إلى عيسى، هل من كبرياء للهلال؟ هل كرة تعود؟ وصلت إلى الشلهوب، مر فيها، عرضها، بينية، عيسى، الله، ياسر، يا رب، كبرياء الهلال يعود، كبرياء الزعيم يعود، ياسر القحطاني. الدفعات تتأخر لكنه في الوقت القاتل لا وليهامسون يبحث عن زميل، وليهامسون يبحث عن حسم الصعود. شلهوب قوية، متابعة، عيسى خلصها، يا زعيم كبير، يا زعيم، زعيم آسيا ينفجر،
زعيم آسيا في دقيقتين. زعيم آسيا يجن جنونه. زعيم آسيا ينتفض في القارة مرة أخرى. زعيم آسيا يقهر عقدة دور الثمانية حتى الآن. يا الله يا الله على الجنون على اللحظات. عيسى المحياني يرسل التهاني طلق المحيا.